تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أعمال التطوير بقرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال التطوير ونسب التنفيذ للمشروعات التي تتم بالقرية وتذليل كافة العقبات التي تقف عائقا في المشروعات الجاري تنفيذها. ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. وتضمنت الإجراءات عرضا تفصيليا للمشروعات التي تم الانتهاء منها ومعدلات التنفيذ، بالإضافة إلى استعراض المدة الزمنية للانتهاء من كافة المشروعات المخطط تنفيذها ضمن المبادرة. وأكد الفريق أسامة عسكر أن القوات المسلحة تطوع كافة الإمكانات لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى الريف المصري.